نحمده والحمد من نعمائه ان خصنا بخير انبيائه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شهاده حق وصدق نتولى بها الله والذين امنوا تتقى، ونتبرا بها براءه كامله من كل اثم وطاغوت معبود ظلما وزورا من دون الله العلي الاعلى. نسأله الثبات عليها والممات عليها حتى نلقاه والله العلي الأعلى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، خصه الله بجوامع الكلم وأنزل عليه الكتاب المبين، خير البرية أقصاها وأدناها، وهو أبر بني الدنيا وأوفاها. أتى به الله مبعوثا وأمته على شفا جرف هار فأنجاها، وأبدل الخلق رشدا من ضلالتهم، وفل بالسيف لما عز عزاها. صلى عليه ربنا وسلم، والآل والصحب الكرام الفضلاء، الأنجم الزهر الهداة النبلاء، والتابعون السادة الغر الأولى، قد نقلوا الدين لنا مكملا، أزكى صلاة وسلام مهبلا، تدوم مسجد الظلام والجلا. ويا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا. أي عماد النادي وزينة الحاضر والبادي، عوامل الضفع وجوامع النفع، فجر الأمة الصادق ومدنها الوادق، عامل الجملة وطليعة الحملة، حياكم الله وأحياكم، وأطال أعماركم وأحسن أعمالكم، وأبقاكم للأمة ذخرى، تعلون صروحها وتجمعون أصوات حداتها على إحياء مواتها وتدارك فواتها. وبتحية الإسلام أحييكم في هذه الليلة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام في ثناياه سرور، وسامعه من الأحزان نادي، كشهد في زلال بل كروح سرت في جسم معتدل المزاج. وأهلا وسهلا كلما نسنس الصبا، بنيتم بأقصى القلب ملها وملعبا، فأعشب واديه وطابت ثماره، وأمرع مرج كان بالأمس مجبا. أعطاكم المولى العطايا الوافية، وأدام فوقكم السماء العافية، وحباكم الرتب العظام السامي. وبعد، فإن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، ولغة أهل الجنة، وهي لغة الدين الإسلامي الحنيف، وهي جسر التواصل بين الناس، وقد كان لها أهمية كبيرة فكانت لغة العلوم والآداب. ولأن اللغة العربية لغة القرآن، فهي ليست ملكا لأحد، بل هي ملك لكل من تحدث ونطق بها. مضاد جنس ولا أرض يحد لها، وإنما هي لفظ واسع عمم، من قالها عد من أغصان دوحتها، نماه زنج أم اليونان والعجم. فهي ستبقى حية في قلوب الناس، ولا ننسى أن عز الأمة ومكانتها في نفوس أبنائها ترتبط بعز لغتها، وكم عز أقوام بعز لغاته. فإلى حدائق اللغة الغناء نحملكم، لنهديكم أزهار محبة ووفاء، وعطور مسك وصفاء، وخير مفتتح لكل لقاء آي من الذكر الحكيم. فبذكر الله ترتاح القلوب، ودنيانا بذكراه تقيم. آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ يحيى علي يوسف. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. جزاك الله خيرا. تشاد بشراك إن الشمل ملتئم، أبناؤك اجتمعوا والود ضمهم، صاحوا بإجماعهم لا للحروب ولا للظلم، إنا بحبل الله نعتصم. الآن مع كلمة ترحيبية والشيخ الدكتور محمد عبد الله فوزي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا مع ضيفنا لقاء مباركا ومرحوما مباركا في آن واحد. ولا أدري ماذا أقول، هل أفرح بقدوم ضيفنا أم بجلوسي أمامكم أم بحضوركم؟ وفي كل فرحة وسعادة، ولكن نرحب ضيفنا دكتور حسب الله مهدي فضله، فنقول له مرحبا وسهلا، أنت بين إخوانكم في بلدك الثاني ألا وهي مملكة العربية السعودية، وخاصة في جدة. وما أدراك أهل جدة؟ كما ترى وتشاهد. لذلك جميعا من حضر في هذا المكان ومن لم يحضر، تقبل تحيات أهل جدة جميعا، أوصلها إلى النميرة كما قلنا لك، ونرحب جميع إخوان المولودين المسؤولين سواء من أطياف الجالية جميعا. ربنا ما زال بالخصب نديا، بكرة يثمر فينا معشيا، أنبت الفصحى لنا خير نبات، فنمت لفظا وحسا شاعريا، وازدهت نصا بلاغيا بديعا، يملأ النفس شعورا أريحيا، واحة يستلمح الخصب ثراها، خصبه يطلب منها النبع ريا. أيها السائل عنا، أيها السائل عنا، في زمان ذاق فيه الناس بؤسا عولميا، من جذور اللغة الفصحى انطلقنا، نملأ الدنيا صدى عذبا شجيا، وبها نتلو كتاب الله غضا مثلما أنزله الله طريا. لغة ما سافر الإبداع فيها سفرا إلا أعادته فتيا. ليست البحر ففي البحر غثاء، وهي تعطي ماءها عذبا نقيا، درها أصفى من الدر وأغنى، فهي لا تحمل درا صدفيا،
هي بحر من بيان لم يخالط ماؤه ملح ولم يحمل عصيا، لغة أسفر عنها الفجر وجها ساحر العينين ريان المحيا. ولدت في حضن تاريخ عظيم، ولدت في حضن تاريخ عظيم خرجت منه لنا خلقا سويا، منذ أن كان لها الشعر رداء محكم النسج وثوبا قرشيا، لغة يحملها هدي كتاب صار كنزا للمعاني أبديا. قد حباها سيد الخلق بيانا صافي المعنى وهديا نبويا. ولد الدكتور الفاضل فترة الأولية في مدرسة والده الإمام مهدي فضلا، التحق بمعهد العلم بأبشة ونال منه الشهادة الابتدائية، ثم التحق بمعهد العالمين المزدوج بأبشة وتخرج فيها العام 98 حاملا الدبلوم التربوي، التحق بجامعة الملك فيصل في أنجمينا كلية اللغة العربية حيث تخرج فيها عام 2002 حاملا درجة الإجازة العالية الإساس محرزا المركز الأول في الدفعة مع مرتبة الشرف. نال درجة ماجستير في تعليم اللغة العربية بمعهد الخرطوم الدولي لتعليم اللغة العربية محرزا المركز الأول في الدفعة مع مرتبة الشرف. نال درجة الدكتوراه في اللغويات النحو والصرف بجامعة أم درمان الإسلامية، ويعمل الآن محاضرا في جامعة الملك فيصل بن جميلة. النشاط الثقافي والاجتماعي للدكتور، أول شاعر يفوز بجائزة الإيسيسكو للأعمال الأدبية المتميزة للشباب المسلم عام 2001. شارك في مسابقة جميع الشعراء في أبو ظبي الموسم الرابع، ووصل لقائمة 30 من بين 7000 شاعر مترشح. قررت وزارة التربية الوطنية بانتشار تدريس بعض قصائده لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، وبالمناسبة ذكرنا 4 أبيات من قصيدة له في أثناء التقديم. قررت وزارة التربية الوطنية بانتشار تدريس بعض قصائد طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية ضمن منهج الدراسة الوطني اعتبارا من العام 2002، معد ومقدم برنامجين قطوف من رياض الأدب الانتشاري وجسور المحبة بإذاعة القرآن الكريم في انتشار. عمل مدرسا في العديد من المدارس العربية في أبشة وأنجمينا. انتخب من قبل مؤسسات المجتمع المدني الانتشارية رئيسا للاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية في تشاد، والذي تأسس بتاريخ 22/5/2012. رابعا من أعماله الأدبية والفكرية ديوان شعر بعنوان نبضات أمتي، وكتاب الأمثال الشعبية باللهجة العربية التشادية ودلالاتها اللغوية والاجتماعية. هذه هي رسالة الماجستير التي نال بها درجة الماجستير. والكتاب الرابع منطلقات تاريخية للتعليم القرآني في تشاد والشعر العربي في تشاد جسر للتواصل الافريقي، واسهامات كذلك في الوقف الاسلامي في اسلمه الممالك التشاديه، وهناك ابحاث ودراسات اخرى وبعض القصص القصيره. والان نترككم مع دكتورنا الفاضل ونقول له بلسان الحال: تفضل وهات حديثا كقطر الندى، يجدد في النفس ما بددا، فيضحي لامالنا منعشا وينفي لالامنا مرتدا. تفضل.